امي بعرفك على تينا، معي بالصف. تينا هي امي واخواتها بتعرفيهم من المدرسه. هاي تونت. هيك كنت لابسه على المدرسه؟ امي فوتي تينا فوتي. لا طنط، بس قصدي يعني انا انه مش سقعة عليك شوي؟ بالعكس، كثير شوب اليوم. ماما شو الغدا اليوم؟ فاصوليا ورز وحمص بطحينة وسلطة. مرحبا بابا. روح البابا يا بني. جبت لي معك شوكولا؟ اكيد شوكولا، تفضلي، بس هيدا لبعد الغدا. وانا انت الك اطيب لوح شوكولا بالبلد، ولا سامي كمان، بس بتاكلي هون بعد الغدا. بليز سوري ما انتبهت، في عندنا ناس هون. هاي بونجور، انا تينا. وانا غاده. كيفك عمو؟ منيح عمو، ميرسي. ماما عذبك جاد اليوم؟ لا يقبرني ان شاء الله، نام هلا من شوي. طيب رح فوت طلع عليه. ايه اوكي بالاذن. 5 دقايق وبيجهز الغداء. فوتي فوتي. حياتي هذا من اهم الدروس بالبيولوجي، قالوا لي كل سنه بيجوا منه اسئله، فلازم تبصموا بس. امي عيطت لي شيء؟ لا ما عيطت لك امي. كانه هيك سمعت صوت. اوكي كفو دروسكم. وين كنا؟ بتصور بيبي هو الاهم مقاطع. امي بتشربوا شيء؟ تشربي شيء تينا؟ لا لا امي. اوكي كفو دروسكم. انا هودي بصم وبصم، بس في كم شغله من الدرس قبل ما عم بفوتوا. امي بتاكلوا فواكه؟ بتاكلي فواكه تينا؟ لا لا. اوكي كفو دروسكم. شيء ما فهمتوا بيبي حبيبي، انه هيدا اهم. امي بجيب لكم سندويشات. لا امي. اوكي ناي، يلا يا ناي، عليتيني قلبي يا بيي. هيدي شو؟ قول انا؟ انت مش شاطرة الا بدروس اختك، ادرسي يا بيي حتى تصير فاتحة البدروسة. يلا يا ناي. شو؟ طمنت بالك؟ عم يدرسوا. لا انا ماشي هيك، كنت عم بسألهم اذا بدهم يشربوا شيء. او ياكلوا سندويشات او ياكلوا فواكه بركة. اسكتي وليه؟ بدري اقعدي هون. ما تعودي تتحرك من عندك. يلا يا ناي. مات. بونجور. اهلين بيي. دليدا فوتي جيبي لي غسيلاتك من الاوضه. بيي ما تروحي لمطرح. تينا عنا؟ ايه وامك حايصه. إيه انا كل هالقصه مش عاجبتني، يقعدوا يدرسوا سوا بالاوضه. عماد فوتي ادرس مع خيك. ليه امي مستغنيه عني؟ بدك يقتلني وليد؟ شفت كدومت؟ لو ما ابنك نيته عاطلة ما كان منع خيو يدرس معه بالأوضة. خلصنا وكيف بدي اياها؟ دخلك دليدا؟ ليه المواعيد مخربطة معك هالأيام؟ أنا؟ كيف يعني؟ عم تظهري مأخرة وعم تتأخري لترجعي، أنا متفاجئ كيف رجعتي بكير. بيي ما دوام الربيع بجيب عن غير دوام الشتاء. أكلتي أمي؟ أكلت بس بدي روح أدرس عند لينا. مدرستكم. مشيوا كلهم من غير شر؟ ايه كلهم مشيوا. دليدا عم تلبس؟ لا دليدا رجعت نامت، قال ما عندها جامعة قبل 12. فإذا تتسهل أنا على الشغل. بدك شيء يا بديعة؟ لا بدي سلامتك. تفوت حط جاكيتي عليها. الله معك. خير؟ ناطري حدا يا بديعة؟ لا. بونجور طن بديعة. أهلاً 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 كمان. فوت. لا ما لا بدي أمشي. وين دليدا؟ نايمة. بعدها نايمة؟ عنا جامعة. ما قالت لي ما وعيها قبل 12. لا هي مغلطة، عنا جامعة 8:30، إذا مشينا هلا منتأخر. عجلة عجلة وعيها يا بني عجلة. يلا عمي معلش، روح على شغلك أنت. لا حبيبي بعد معي وقت، اشتقت لك، بدي أشوفك 5 دقايق. فوت. يا هلا. دليدا قومي امي قومي.
ما قلت لك عندي جامعة الساعة 12 كلي نايم بعد شوي. يا عمي كمال قال عندك صف هلا. كمال؟ ايه. لوينه كمال؟ مع بيك برا. يا بيي عندك صف على 8:30 وبعدك نايمة؟ ايه يمكن بيي بس لا لا ما بتصور. بلا انا مأكد عنا صف. فوت البسي. عيب يا بيي فوت البسي حميها شوي. لا بيي ما بقى تحرس. اسمعني اسمعني كمال. شو؟ يعني بدك يسحبوا منك المنحة؟ ليك عمو دومد هيدي دليدة مش أول مرة. خلص خلص رح فوت البس. مش أول مرة بتنسى. نحلي فأنا ذكرها. لك برافو عليك دل ذكرها. بيان بعدك واقفة هون. يلا يا بيي هميها. تأخرنا على الباص من تحت راس. أحسن بلا ما نروح. لا ما بيصير ناخد تاكسي أصلاً كرمال هيمتي سحبته لرمز ديب. ليك كمال مش طايقتك ولا طايقة حالي. أحسن إنك تسكت. هلأ كل هيدا لأنه وعيتك بكير؟ لا لأنك عم تبتزني. أنا كيف؟ كيف؟ إذا بتجبرني أعمل شيء أنا ما بدي أعمله أو بتخبر بي عن سر أنا مأمنتك عليه شو بيكون اسمه هيدا؟ هيدا ابتزاز؟ أكيد ابتزاز. تعرفي ما فكرت فيها هيك. لا لا إذا هيك مزبوط عم ببتزي. هاي هاي لينا. هاي لينا أنا تأخرت بدي فوت على الصف. انتبهي على حالك. ليش؟ حاسس إنه دليدا بدها تضرب حدا اليوم. شوي شوي شوفي بكرهه مبطيه. لك ليش شوفي؟ لأنه عم يبتزني وأنا اللي وثقت فيه وخبرته كل شي. كمال؟ ايه كمال حبيب قلبي كمال ومستغربة كمان حددني يخبر بياني وعن رمزي بكل شي. يي ليش شو خصو؟ لانه عم غيب عن الجامعة. قال ما لازم غيب عن الجامعة. يا عمي ما بعرف شو خصو. يا عالم يا هو شو خصو؟ ليكي لينا اليوم الساعة 10 بدي روح شوف رمزي. اذا بتفتحي تمك بدي اقطشلك لسانك. شو جنيتي دليدا؟ هيدي خبرية ما بتتخبى. شو بقول له اذا سألني عنك؟ ما بعرف فكري بالكفات. قولي له بالصف عم تنقل كراتا. دبري راسك. صبرني يا رب. هاي صبايا حدا منكم شاف رامي؟ لا ما حدا شاف رامي. يي دليدا هاي انت حبيبتي؟ ما انتبهت لك. شو وينك ما عم شوفك؟ فكرتك تركت الجامعة؟ لا ما تركت الجامعة. ايه برافو عليكي. بدي انصحك نصيحة ما قلك غير علماتك هولي اللي رح يبقولك. بس انك تتكلي على شخص ما بنصحك لانه يمكن يلاقي وحده احلى منك ويكبك برا ويمشي. فايديا للنصيحه حبيبتي بتنفعك. شفتيها شو قالت هالسمبله؟ سمبله انا بفرجيها. لوين؟ هيك هيك عبالي فش خلقي بحدا فما حدا بيستاهل قد ننوس. دليدا يا دليدا بكي شي؟ لا ما بني شي. ليش؟